يسعد مساكم وأوقاتكم، وإن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية إن شاء الله. وطلنا عليكم اليوم في حلقة جديدة وأسبوع جديد من برنامج يمني حالي. إن شاء الله الحلقة تنال إعجابكم. تعالوا نشوف عناوين حلقتنا. اتجه العالم مؤخرا بقوة إلى السعي وراء البحث عن أفضل مظهر يمكن الحصول عليه من خلال الملابس، الموضة، الأناقة والنيو لوك، في تطوير وتحديث المظهر الخارجي. وهذا الاهتمام طبعا بيساعد في فتح مجالات جديدة للتنافس في سوق العمل حول الحصول على أفضل إطلالة بأقل سعر وبأحسن جودة ومواكبة وملاحقة الموضة ومجالات عديدة. بنلاقي في الأخير أنه كل هذا بيصب في ملعب خبراء الموضة ومصممين الأزياء والمهتمين بهذا المجال، واللي كل واحد فيهم بيقوم بدورة في صناعة الستايل أو الشكل الخاص فيه. ضيفتنا اليوم هي واحدة من مصممات الأزياء المبتدئات اللي لمع نجمها في فترة قصيرة وفي أول عرض أزياء تشارك فيه أمام مصممين ونجوم ومشاهير من عدة دول عربية. استطاعت أن تلفت الأنظار وتلقى اهتمام الجميع من حولها وتحصل على جائزة International Fashion Awards. ضيفتنا هي رائدة الأعمال في ومصممة الأزياء اليمنية أمل الصراري. التقينا بها في القاهرة من خلال كاميرا الغد المشرق. سيكون لنا معها أيضا لقاء شيق عبر الزوم بعد هذا التقرير. تعالوا نشوف. أنا أمل الصراري، يمنية، وهذا اللي كلمة يمنية جابتني في الترند، فيمنية، عمري 27، داخلة 27، مصممة أزياء مش دارسة ولكن هاوية. الموضوع بدأ يعني هو أصلاً كهواية، يعني من البداية هو أصلاً هواية. أنا أساساً قبل ذا كله أنا ريادية أعمال، فتحت كذا مشروع قبل كذا في اليمن، وبعدها سافرت. فتحت المشروع بسبب حبي للموضوع اصلا، يعني انا اخذته كشغف. حتى في حياتي العاديه انا احب انسق ملابسي، ملابس الناس اللي اعرفها، بنتي، ماما بعد يعني عندها خلفيه حلوه في الفاشن، فمن زمان وانا في الموضوع هذا. ما اقدر اقول انا وصلت لفين، بس اقدر اقول ان انا ما زلت اسعى وما زلت احاول ان انا اوصل مكان كويس، وان شاء الله ربنا يوصلني. أنا طلعت من اليمن لأسباب مرة كثير. أولها الوضع السياسي والاقتصادي الاجتماعي وكل هذا، بس بعدها خرجت بسبب جملة: المكان الذي لا يوسعك ما تقعد فيه. فجيت هنا وبدأت، وموضوع الفاشن جاء فجأة، اللي أنا كنت مخططة عليه بس يعني ما كنت أسعى له للدرجة إن أنا أدخل في فاشن شو على مستوى الشرق الأوسط وإن أنا أستلم جائزة منهم. الجائزة اللي أنا تلقيتها مو على مسابقة، هو كان فاشن شو أوردز على مستوى الشرق الأوسط، بيحصل كل سنة هنا، بيدخلوا فيه مصممين أزياء كبار من كذا دولة، فجذبهم اللي أنا سويته. يعني ولحد الآن يعني أنا تقريبا 4 شهور لحد الآن أنا بعد ما خلصت الفاشن شو، ولسه لليوم يتكلموا عليه كأنه صار أمس، فهذا شيء جدا عجبني. أنا حبيت إن أنا أدخل في لاين الفاشن العالمي أكثر، أدخل في لاين ما قد دخلوش أي حد قبلي. ليش؟ لأنه أنا من الناس اللي أحب كذا. كل مشاريعي اللي سبقت كانت مشاريع أولية في اليمن، وزي دحين هذا الفاشن كمان من أوائل المشاريع اللي صارت كبنت يمنية وفي اليمن أصلاً تحصل. وإن شاء الله في إن أنا بفتح البراند
هذا خبر حصري تقريبا. البراند ان شاء الله بينفتح في اليمن باذن الله، بيتاسس وبعدها نشوف ربنا ايش كاتب باذن الله. اليمن جدا ارض مؤهله انها يكون فيها مشاريع جدا قويه وجدا كبيره. احنا بس منتظرين اللي ربنا بس يفرجها علينا وتنتهي الحرب على خير وعلى عافية. بتشوف كل المغتربين رجعوا بلدهم، كل المغتربين رجعوا يزهروا في بلدهم، كلنا منتظرين متى تخلص علشان كلنا نتمنى نرجع. طبعا بنتي تعتبر الجندي المجهول في قصتي كلها، ما أتكلم عنها كثير، بس اللي يعرفني يعرف أن أنا أحب سدرة وهي خيط الأمل اللي معيشني ومخليني فعلا ان انا احس ان انا عايشه على هذه الدنيا، واحمد ربنا كل يوم ان انا جبت سدره. بالنسبه لاي عقبات، سواء كنت حتى في المريخ، اكيد بتلاقي في عقبات في حياتك، وبتلاقي ناس تحطمك، بتلاقي ناس تقول لك لا انت ايش قاعد تسوي، انت اللي قاعد تسويه حاجه يعني ما تنفعنا او حاجه ما لها فايده. بناتنا في اليمن وخواتي صحباتي كان لهم فضل جدا كبير علي، يكفيني كلمة منهم انت فخر لنا، انت ما دام انت بدأت الطريق وبدأت ان انت حتى تقولي انا ابغى 1 2 3، لا كملي في الطريق، كملي كل الناس معاكي، ربنا قبل الناس معاكي. فدائما توكلوا على الله ودائما حاربوا علشان الاشياء اللي انتم تتبنوها في حياتكم ان شاء الله بتوصلوا لها كلها باذن الله. شفتوا الإبداع والتصاميم الجميلة وأشياء فعلا كذا تحسوها مميزة، هذه التصميمات اللي شفناها مع بعض والقصة القصيرة اللي سمعناها من ضيفتنا في وراها كواليس، وراها حكايات كثيرة، وراها أشياء كثيرة جميلة حابين نعرفها من ضيفتنا بشكل مباشر. هي الآن معنا عبر الزوم أمل الصراري، رائدة الأعمال ومصممة الأزياء، نورتي برنامج يمني حالي وقناة الغد المشرق، أهلا وسهلا. يا هلا ومرحبا فيكي، كيف حالك يا روان؟ إن شاء الله تكون طيبة وبخير. الحمد لله بخير الحمد لله. إيش الجمال هذا؟ إيش اللبس الحلو؟ تسلمي. طيب حبيتي. والله. طيب الحمد لله الحمد لله، هذا ذوقك طبعا انت، يعني هذا ملعبك مصممة أزياء والجمال والموضة وكل شيء، فبحاول كذا أكون معك على نفس الخط يعني. لا ما شاء الله انت من أول ذواقة ولبسك دائما يعجبني والله. تسلمي. يعطيك العافية. شهادة أعتز فيها والله. طيب أمل، ندخل في الأسئلة كذا عشان عندي أسئلة كثيرة اليوم، متحمليني. أنت أصلاً رائدة أعمال، يعني عملتي في عدة مشاريع وكل مشروع أو موهبة مختلفة عن الأخرى. ما هو ومتى أول مشروع بدأتي فيه أو بدأت فيه أمل الصراري؟ كان أول مشروع لي بدأته في 2015. أنا أول ما تخصصت بورتري ومنتجات تحت أشعة الشمس في اليمن 8 سنين. بعدها بسبب أنا أم عندي بنت اسمها سدرة، فاضطريت إن أنا أوقف مشروعات التصوير شوية، وبعدها على طول وأنا في الحمل في فترة الحمل فتحت المشروع الثاني على طول بعد، بس كان من البيت أونلاين. أيوة جميل. وصلت اليوم يا أمل إلى افتتاح مشروعك الخاص بتصميم الأزياء، متى أخذتي قرار افتتاحك لهذا المشروع؟ وإيش هي الخطوات المسبقة اللي أخذتيها عشان توضعي اسم يونيك في الساحة اللي هو اسم مشروعك؟ والله أحكي لك بس عن معاناة دراسة الجدوى بس في بلد غير بلدك. أيوة. وما شاء الله بلد زي مصر واسع وكبير جدا، وفي مختلف الأنواع من الأقمشة والخامات، فأنت بتجلسي بتمشي على بروسس جدا طويلة لدرجة أنه أنت يعني توصلي لأحيانا أنا أشتي خلاص ما عاد أشتي أغير وما عاد أشتي تعب مشروع تعب. أيوة. الموضوع كبير مني. أيوة أيوة الموضوع حرفيا كبير مني ما شاء الله، وتتعبي حرفيا. أنا لليوم بعد 10 شهور أنا جالسة أدرس جدوى وأنا فاتحة المشروع. فبدأت
بس الموضوع جدا مسلي، بالذات لشيء انت بتحبيه وبتتعبي عليه، وعارفه انه انت بتلاقي ثمره هذا الجهد اللي انت قاعده تبذليه كله. انا موظفه المشروع حاليا لاسباب كثيره، ان شاء الله بتعرفوا عنها قريب. مش حابه ان انا يعني المشاركات والمفاجآت والاشياء، فان شاء الله على قريب بتسمعوا حاجه حلوه باذن الله. يا رب تكون باي خير باي. يا رب. كويس. بس نشتيك تغششينا كمان شوية عن الخطط اللي عملتيها قبل المشروع، يعني لو أي واحدة الآن بتسمعنا عن حابة تعمل مشروعها الخاص، الموضوع يخوف. يعني أنا شخصيا لو حابة أعمل مشروعي الخاص أخاف من الفشل، في حسابات كثيرة الواحد بيعملها، فأنت كيف طرحتي فكرتك أمام عينك الأول وبعدين خذتي أول ستيب قلتي لا خلاص أنا ببدأ؟ أنا أقول لك على حاجة، أي مشروع في الحياة بيبدأ بفكرة، وبعدها بيبدأ بنية وبجهد وبعمل كثير وببروسس ودراسة جدوى قوية. إذا أنت ما لبيتيش احتياج السوق في المكان اللي أنت فيه وبتفتحي مشروعك فيه، أنت هنا مشروعك بيكون 100% خسران، لأن أنت ما بتلبيش احتياجات السوق. فأنت بتبدأ أصلاً تشوفي السوق إيش محتاج، إيش ناقصه. مثلاً أنا لما جيت عملت حسابي على هذا المشروع، اليمن ما فيهاش ماركة خاصة تقولي هذا براند يمني ميد ان يمن، مثلا لايك زارا، زي برادا، لوي فيتون، كلهم هذول ما عندناش ولا اي ماركة زيهم. صح فاحنا مش ناقصنا شيء صح صح حرفيا. وانا يعني انا احب اكون في الاوائل، فاول مشروع افتحه اكون انا اول واحدة فعلته. مستحيل ان انا قد فتحت مشروع او حتى تخصصت في تخصص يكون في حد قبلي تخصصوا في اليمن مثلا، على يعني على أصغر مقاس. ف أحب دائما أكون في الأوائل، فاخترت يونيك بالذات ودخلت في الاستراسات والسواري والكذا، ومش عشقي فساتين. عشقي. ايوه ايوه أيوة الاشياء اللي بتلمع، وانت لو متابعين بتشوفوني بلمع طول الوقت، بحاول اسيطر على الموضوع بس ما فيش فايده، فتركت نفسي خلاص. لا اللوكات حقك والله رهيبة وكويسة، وأنا دائما أقول ما شاء الله، يعني بتعرفي تلبس وبتعرفي أنيقة جدا صراحة. تسلم يا حبيبي، تسلم. في نقلة نوعية حرفيا في الإعلام حقنا، وفي حرفيا في إعلاميات بالسفر، ولبس مرة حلو وأنا أجلس تسلمي، يعني أنا كذا عندي أتمنى. موهبة صغيرة كذا في تصميم الأزياء كمان والتنسيق والأشياء، برجع إن شاء الله بطور موهبتي كذا واستعين فيكي بإذن الله. بإذن الله أنا متاحة. في حاجة على حكاية إنه أنت تستعيني فيني أو شيء، أنا خبرتي ما زالت قليلة وقليلة جدا، ولكن أي أحد بيجي يسألني أو أي أحد بيحتاج حاجة في شيء أنا عارفته، مثلا في ريادة الأعمال ولو بشكل بسيط، أنا لي كم سنة بس بسيطة، في الموضة، في التصوير، في أي شيء، أنا دايما إنسانة helpful. دايما حتى ان انا انزل مشاريع مبتدئه، انزل مشاريع كامله مكمله في مجالي او غير مجالي. فاي احد من هذه المنصه ومن الغد المشرق، اي احد بيحتاج اي شيء، في شيء انا قادره اقدمه له من عيون السنتين، وان شاء الله ما اقصر. يا سلام، شفتوا مساعدة مجانية من ضيفتنا العزيزة اليوم، مش تعرفوا اني بجيب ناس فعلا بتحب مهنتها ويستحقوا النجاح اللي وصلوا له. طيب خلينا الله نرجع للمشروع يا أمل حبيبي، نعم. يعني أنا حابة تكلمينك أكثر عن هوية المشروع، واللي أنت شايفة أنه بيميزه عن أي مشروع آخر. قلت أني أنا دائما بحب أكون في الأول، أحب أكون مميزة، أطرح شيء ما يكونش حد سبقني فيه. كلمينا أكثر عن هوية مشروعك والشيء اللي طرحتيه فيه. مشروعي بيتميز إنه كل قطعة فريدة وكل قطعة يونيك، لأن أنا سميت يونيك لأنه حرفيا القطع اللي فيه، في قطع بتكون بس ليميتد اديشن زي الكولكشن اللي انا طلعت فيه في عرض الازياء. هذا البليزر الواحد منه ما بيتكررش، فهي قطعه واحده فريده انت بتلبسيها ما فيش زيها، ما تصممتش منها قطعه ثانيه اصلا. هذا مبدئيا. يونيك، كل حاجه بتخليكي تحسي نفسك ان انت سبيشال بين الناس. احنا كبنات بنحب دايما ان احنا ما حد زينا، ما حد يلبس زينا، وما حد يكون زينا. ف أنا من هذا المبدأ لأنه أنا كمان أحب كذا، فالقطع بتكون شيء جديد على السوق اليمني بالذات. أنا مستهدفة السوق اليمني بشكل مش طبيعي، لأنه إحنا في بيئة خصبة للمشاريع وبيئة جدا كويسة، وعندنا نقص في الإمكانيات وعندنا نقص في المشاريع هذه. فقلت أنت أصلا بتحبي الشيء السبيشال والأشياء اللي هي ما فيش زيها، وفي بنات كثير زيك وكلها أشياء إليجانت، أشياء فورمال، أشياء زي اللي بنشوفها من الماركات العالمية اللي هي ماركات حرفيا عالمية وغالية جدا. فليش أنا ما أوفرهاش لبنات بلدي وبأسعار كويسة وبخامات جدا كويسة؟ واللي بيميزني كمان خاماتي وشغلي جدا كويس.
احنا شايفين ما شاء الله، واتوقع ان الواقع احلى بكثير من الصور. يعني اسالوا الناس اللي بتشتري اونلاين كيف بشوف الاشياء في الصورة وبرجع اشوفها على الطبيعة، شيء مختلف واجمل بكثير. طيب والله يا ريت موجودة يا أروى، كان هديتك ليزر من الليمتد إديشن هذا، ويا رب ضروري إنه كان. ان شاء الله احصل عليكي يا امل، بس وصدقيني ما بخليكي، لازم اخذ لي قطعة فريدة من هذه وبروزها كذا، لانه ما شاء الله التصميمات كلها كل واحد احلى من الثاني ما شاء الله. طيب بما ان احنا بنتكلم عن التميز والتفرد، انت ما شاء الله شاركتي في معرض يعتبر دولي، كيف كان شعورك وقت المشاركة في هذا المعرض اللي ضم نجوم عرب كثيرين ما شاء الله وصناع ازياء من مختلف الوطن العربي، وهل توقعتي انك تحصلي على جائزة؟ هو الفكرة لوحدها كانت شوية إنها مربكة كذا، شوية تتوتري، بالذات لأنه أنا أحب الأضواء بس ما صار ليش فرصة إن أنا أكون تحت الأضواء من قبل. فوجدت الفرصة إن أنا أشارك في هذا المشروع، عارفة اللي أنا نمت صحيت لقيتني مقررة إن أنا أدخل هذا الفاشن شو، فقمت ورحت. ما أعرفش كيف صار الموضوع بسرعة جدا، أنا في أسبوع واحد أنا مسوية 7 بليزرات كلها شغل هاند ميد، اشتغلنا الليل والنهار حرفيا انا والمساعدات اللي كانوا معايا. كان فاشن شو جدا كبير وجدا مميز، مع فاشن ديزاينرز كثيرين من كذا دولة عربية، ممثلين كانوا موجودين. بالنسبة للجوائز انا كنت اصغر واحدة في المشاركين، فكل الفاشن ديزاينرز الموجودين معروفين، كل واحد معروف في بلده، كل واحد له اسمه في بلده، إلا أنا كنت أنا أول بنت وأول يعني صغيرة، وكل حتى المذيعين كلهم بيقولوا لي أنت لسه صغيرة كيف دخلتي هنا؟ كيف دخلوكي؟ أيوة، اللي أنت أصلاً المفروض تكوني من اللي جايين يتفرجوا، إيش وضعك أنت مصممة أزياء معانا؟ أيوة فالموضوع جداً محمس وجداً كويس، وردات الفعل لليوم أنا مش قادرة أن أنا يعني لليوم ما بردش الموضوع حرفياً، وقلت له كم شهر. فأنا جدا ممنونة للفاشن شو هذا وللجائزة اللي أنا أخذتها برغم بداياتي ورغم قلة خبرتي في الموضوع وفي المجال بشكل عام أصلا. يعني انت اصلا الموضوع كله بالنسبه لك كان مفاجاه، فاكيد ما برجعش اسالك انت توقعتي تحصلي على الجائزه ولا لا، لانه اكيد يعني ما كانش في بالك. لا شوفي، حكاية الجوائز هي أي فاشن ديزاينر بيدخل هذا الفاشن شو ويشارك فيه وتصاميمه تكون جدا كويسه، لانهم حتى الفاشن ديزاينرز اللي بيدخلوا عندهم بيختاروهم اختيار، يعني مش عشان انت بتدفع يعني انت بتدخل، لا في فرق. فهم لما شافوا الشغل، شافوا الفكره، شافوا كذا، فهم كلهم الفاشن ديزاينرز اللي كانوا معايا كمان اخذوا كانوا جوائز. ما شاء الله. أنا بصراحة لما دخلت على صفحتهم على الإنستغرام وشفت النجوم الكبار اللي مشاركين، يعني أنا حسيت بمشاعر فخر كبيرة جدا، وقلت الله كيف كانت أمل حاسة، يعني إنه في هذه النجوم وفي هذه المشاركات، وأنت ما شاء الله كنت براقة يا أمل، والله مش مجاملة، بس فعلا شكلك، ستايلك، كلامك، حديثك، لقاءاتك مع القنوات الأخرى، كيف كنت مثقفة وتتكلمي بلباقة وبثقة، يعني كنت نجمة في هذا المعرض، وهذا شيء مشرف جدا جدا. أتمنى يا رب تستمري وتوصلي للي نفسك فيه يا أمل، يا رب. الله يسعد قلبك، أنا وأنتي وكل البنات في العالم وبنات اليمن خاصة، إن شاء الله ربنا يوفقهم ويوصلوا لأحلى من هذا والأرفع من هذا بإذن يا الله. رب، حتى طلعتي ترند لما رديتي على سؤال ياسمين عز. ياسمين عز، أنا أنت شفتي الفيديو أحلام. كيف طلع ما شاء الله، الناس أخذوا الكلام اللي قلتيه على ياسمين عز وطلعوك معاها، ومصممة أزياء يمنية ترد على ياسمين عز ومش عارف إيش، يعني أنا تفاجأت كمان بهذا الموضوع. أنا كمان تفاجأت من نفسي، فجأة لقيني ترند، يعني نمت صحيت لقيت الفيسبوك، اليوتيوب، انستغرام، تيك توك، كل مكان بيقولوا لي يا أمل أنت ايش سويتي؟ قلت يعني أنا بس يعني رديت كده أنت مجرد فضول. قلتي لها بس اهدأي شوية بس. اهدي شوية، اهدي ايوه شوية حرفيا، أنا ما بتهداش. ايوه ايوه يا رب تكوني ترند على طول في الخير يا امل، انا معاكي على فكرة قلبا وقالبا. يا رب، الحمد لله، يعني كل الحريم كانوا معايا في هذا الموضوع بالذات. جميل، نرجع لمشاركتك في عرض الأزياء وتكلميني أكثر عن التصميمات اللي اخترتيها. كيف أنت قلتي لي إنه في خلال أسبوع بالضبط حضرتي هذه التصميمات، ليش اخترتي إنه التصميمات تكون كلها فورمال
باختلاف في شكل كل قطعة عن الثانية خلتها يعني كل قطعة فعلا اختلفت تماما عن الثانية، رغم ان كلهم نفس اللون ونفس الاستخدام، يعني ان هم كلهم فورمال. بقول لك على حاجة، أنا من قبل كل شيء أنا صانعة أفكار، ودايما فتحت مشاريع لأصحاب مرة كثير كانوا قريبين عندهم رأس مال ما يعرفوا شو يفتحوا مشروع، ومش عارفين أصلا ولا يعرفوا في دراسة الجدوى والسوق إيش يبغى. فأنا أصلا عقلي شغال حرفيا، يعني أنا الآن وأنا جالسة معاكي ممكن تسأليني أي سؤال في أي مشروع في أي مجال، ممكن أنا أديك أصلا أفكار ونخرج أنا وأنت من هنا بمشروع، فاهمة؟ فالموضوع كان كذا، إنه يا أمل باقي أسبوع انت حتدخلي في فاشن شو ومش فاشن شو عادي، يلا طلعي صبي كل اللي في عقلك في الورق. طبعا حرفيا انا بوريك الورق اللي كنت ارسم عليها، كان مرسوم بقلم رصاص واشياء كذا، بس نقاط معينه اللي افهم التيم اللي بيشتغل معي كيف حنرص الستريسات هذه وكيف حنثبتها وخلاص، ونجلس نشتغل عليها حرفيا ليل ونهار، يعني اقسم بالله ليل ونهار. يعني انا مستغربه من نفسي لليوم، الاسبوع هذا كيف مر علي اسبوع جبار، حرفيا جبار. انا اشكر نفسي واشكر التيم على الشغل الجبار هذا. فانا من الناس اللي احب الاشياء الاليجنت اللي تكون فوقك، وانتي لما تمشي الناس كلها تطل فيكي، انا احب اجذب الاضواء لعندي دائما. فقلت ليش ما يكون لونه اسود كبدايه وكافتتاح لمشروعي، كان في نفس اليوم، فلازم انا اسوي شيء جدا كويس. قلت خلاص خليها امل، انت تحبي الاسود وانت اصلا مسز بلاك، خذي اللون الاسود هذا واشتغلي عليه، يعني اذا انت بتسوي شيء حطيه على اللون الاسود. لقيت نفسي فجاه من ستريس لحجر لحجر، من حجر لحجر، من حجر لحجر، وكل يوم وانا اسافر من منطقه لمنطقه علشان اجيب الاسترسات هذه واجيب هذه الانواع الاحجار واحسن نوعيه في السوق، هلكت حرفيا. بس الحمد لله كانت النتيجه جدا كويسه. طبعا طبعا رائع، يعني شيء شياكة شياكة فعلا. انت عارفة يا أمل، اني انا شخصيا بدور على هذه التصميمات في اي ما بلاقيش. ليش؟ لانه اوقات بيكون الاسترس هذا فيك، مش حقيقي، جودتها سيئة جدا جدا، فبيخلي الشكل بايخ. الكواليتي تبع القماش نفسه وتكفيل البليزر او شيء بيكون اصلا سيء، فكون انك تطلعي المنتج بهذه الجودة فعلا براند 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 حرفيا، له قيمتها الخاصة وله جودتها الخاصة، والمفروض يعني يتعامل معاملة خاصة كمان في السوق. فمبروك وبرافو عليكي. الله يسعد قلبك والله يبارك في عمرك، وان شاء الله يجي لي بس فرصة انه انا البسك وان شاء الله يعجبك. ان شاء الله. طيب يا أمل، انت بتتابعي مصممات ازياء يمنيات موجودات على الساحه ونجحوا كمان في ايصال تصميماتهم الى خارج اليمن، يعني عندنا كم اسم كذا مش عارفه اذا كنت تعرفيهم او لا، هل انت متابعه لهم ولا مركزه فقط في اللي انت بتقدميه واللي انت بتعمليه؟ يعني خلينا نكون صريحين، أنا أعرف كذا فاشن ديزاينر، بس مثلا بيكونوا تخصصهم في فساتين الأفراح، فساتين الزفاف، فساتين السهرات، الفساتين يعني هذا حقنا حق الأشياء، يوم الحنة، يوم البرقع، يوم مش عارفة إيه. أيوة أيوة، فما أعرف فاشن ديزاينرز مشهورات يمنية صراحة، بس إنه أنا مركزة على المجال اللي أنا فيه، لأنه أنا بين امشي على بروسيس معينه، اشي اوصل للاين معين، لخط معين، مش مجرد فاشن ديزاين ولا مجرد محل بينفتح او مشروع بينفتح بس. برافو عليك. فالموضوع اكبر من كذا، الموضوع عالمي شويه، يعني حاجه بتكون جدا جدا كويسه، وان شاء الله انه كلمه انت فخر يا امل ما تنزلش الارض باذن الله. فالموضوع يحتاج لشوية تركيز، فمش مركزة مع الفاشن ديزاين. جميل، أنا أطمنك بما إني بستضيف دائما يعني مشاهير من اليمنيات اللي بينجزوا إنجازات جميلة خارج وداخل اليمن، إنه أنت ماشية في لاين ما حد عمله من قبل. فعلا مثل ما قلتي، في ناس بيعملوا أشياء منوعة عادية، في ناس مركزين على اللبس التراثي جدا، فأنت الوحيدة اللي استضفتك اخترتي لاين معين، واخترتي لاين عالمي، مش مرتبط بشيء معين داخل اليمن أو خارجها. هذا البرند اللي اخترتيه تبعك أنت فقط يا أمل، يعني أنا بطمنك بس إنه أنت صح، أنت ماشية على الخطى الصحيح. الحمد لله الحمد لله، الله يطمن قلبك، لأنه حقيقة أنا عندي قلق من الموضوع هذا، لأنه لازم إن أنا أنجز. إن شاء الله. طيب أنت مش حابة يعني تكشفي أسرار خططك القادمة، مشاريعك، قولي لنا كذا سر صغير، لأنه لازم نطمن عليك، نشوف إيش في بالك، نتحمس إن إحنا بننتظر منك شيء رائع إن شاء الله الأيام القادمة.
من عيوني، ليش لا؟ مع أروى خليها تاخذ السبيشل. أنا الآن جالسة أدرس الجدوى من بعيد في اليمن، لأنه أنا حابة أن هذا البراند بيتحول لبراند عالمي، إذا لازم أنه يتأسس في بلد الأم اللي هي اليمن بإذن الله. واحد أحد، أنا أمنيتي إني أفتحه في اليمن إن شاء الله، بس الظروف تكون مواتية وموافية لي إن أنا أقدر أفتحه، لأنه لو حصلت أي مشاكل أو حصلت أي دروبات بضطر أغير البلد لحد ما اليمن وضعها يستقر. بس أنا أتمنى إن أنا أقدر أفتحه إن شاء الله بإذن الله في اليمن، واستنى بس التصاميم والأشياء الحلوة يا رب والديزاينات والديكور إن شاء الله. بإذن الله. على فكرة اليمن يعني فيها بيئة خصبة جدا، على فكرة غير اللي بيصدر من الإعلام، فيها بيئة خصبة لاستقبال الأشياء الجميلة، والناس دائما بتقبل على الأشياء الفريدة والمميزة. إحنا رغم كل الظروف ولكن تواقين للتميز وللأناقة وللموضة، وبناتنا مهتمات بنفسهم، بيحبوا دائما يظهروا بأفضل صورة. فأنا متوقع عليك النجاح يا أمل. إن شاء الله إن شاء الله. أنا بشكرك جدا، ولو حابة تقولي كلمة أخيرة في ختام لقائنا اليوم تفضلي. والله يعطيك ألف عافية يا روى، وشكرا على استضافتي في الغداء المشرق، وشكرا للتيم كامل كلهم كانوا متعاونين وكانوا معايا ستيب باي ستيب ويبغوني أطلع كويسة في الشاشة، وشكرا للشعب الجميل والرائع اللي قالوا اتفقوا كلهم نساء ورجال إنه أنت يا أمل فخر. أنا أشكرهم جدا، وأنا لولاهم ولا شيء، وشكرا لرب العالمين فوق كل حاجة. حبيبتي أوكي. إن شاء الله تستحقي كل خير يا أمل، ونشوفك إلى العالمية بإذن الله يا رب. أراكي على خير، وشكرا لك على وجودك اليوم. مع السلامة، يعطيك حبيبتي العافية، مع السلامة. مع السلامة. مشاهدينا الأعزاء والأحباء، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. معلش ثقلت على ضيفتي بالأسئلة، بس أنتوا عارفين أنا كيف شغوفة بالعالم الأزياء والموضة. يعني الرجال لو حد بيشوف الحلقة اليوم أكيد ضبح وقام، بس النساء الحلوين برضو يهموني. بنروح لفاصل، وأوعدكم بعد الفاصل في أشياء تهم الأسرة كلها مش بس النساء. خليكم معنا. حلقتنا مستمرة بعد هذا الفاصل، وإلى قصة إبداع مختلفة هذه المرة لشاب من حضرموت يدعى حسن بن مراد بامسعود. هذا الشاب عنده موهبة فريدة من نوعها، قد يكون كمان من الشباب المعدودين على الأصابع مثل ما بيقولوا اللي بيتقنوا هذه الموهبة، الموجودين طبعا في حضرموت، وهو فن رسم الإنمي، وهي الشخصيات الكرتونية الخاصة بالمسلسلات والأفلام اليابانية، واللي بتلاقي اهتمام ومشاهدات شرائح كثيرة من الناس حول العالم. حسن له قصة خاصة في دخول هذا المجال والإبداع فيه، بنسمعها منه شخصيا في هذا اللقاء. تعالوا نشوف. مراد بن مسعود من أبناء المكلح حي الشهيد خالد، عمري 23 سنة، خريج فارم دي جامعة حضرموت، دكتور صيدلاني يعني، مهتم برسم الأنمي ورسام أنمي. أنا من الصغر أحب الرسم، بس فكرة رسم الأنمي جاتنا عن طريق جروب واتساب، كان في شخص اسمه ياسر عايش في السويد وكان يرسم رسوماته في هذا الجروب. فأنا في ذاك الفترة ما كنت يعني مستوعب أنه في حد يقدر يرسم شيء بدقة والإتقان، يعني نحسب الموضوع كله يعني رقمي وكمبيوتر وكذا. فهو كان رسام يدوي، فعشان كذا يعني تحديته، كذبته باختصار يعني، فدخلت معه في تحدي عشان نشوفه هل هو فعلا صادق او يعني يهلس علينا. وذاك الفتره كان رسمي يعني تعبان جدا، بس تحديه بس لمجرد ان نعرف يعني صدقه من كذبه. فدخلنا معه في التحدي واثبت يعني انه رسام. ارسلنا الصوره اللي ارسلت لي اياها، ارسل لي اياها كمرسومه، وبعدها يعني قلت هو ايش في زايد عليه يعني، ليش ما نقعك ما احسن منه، وانطلقنا. ومرت الايام والسنين وتعمقنا في المجال، واكتشفنا انه اخونا ياسر هذا الله يستر عليه طلع نصاب، يعني يسرق رسومات اجانب وينسبها لنفسه. بس رب ضارة النافعة يعني، هو كان سبب أساسي جدا في أن ندخل هذا المجال، وجزاه الله خير يعني. أبرز الصعوبات اللي واجهتنا الصعوبات من ناحيتين، من ناحية شخصية ومن ناحية عامة. الصعوبات اللي هي من ناحية شخصية أنه الدراسة وضيق الوقت والجامعة، أي طالب جامعة بيحس بهذا الشيء.
فصعب ان نوافق بين الرسم والدراسه، وبالنسبه للدراسه اولى. فالرسومات تطول، المشكله ان يعني كل رسمه تحصلها فوق ال50 ساعه. من الناحية العامة مشكلة يواجهها جميع رسامين الأنمي الموجودين هنا عندنا، أنه المجتمع ما يتقبل، مش معتبر أنه رسم الأنمي كنوع من الفن للأسف يعني، ويفضل باقي الأنواع عليها، فما تلقى معارض لها، وبرضه ما تكون في بيع وشراء للوحات. عشان كده تلقى الرسامين اللي هم مهتمين بالرسم هذا يحولون لنوع ثاني بعد إدراك هذه الصعوبات، عشان يعني يسترزقون لهم. على عكس المجتمعات الثانية، ما بنروح بعيد، بناخذ السعودية مثلا كمثال، انهم يدرسون رسم الانمي والمانجا في مدارسهم حاليا، يعني اعتمدوا هذا الشيء، وفي شركات ومجلات تدعم ومسلقوا مسابقات امور كثيرة جدا تخلي الناس يعني يهتمون بهذا الرسم. عشان السعودية عندها فكرة هي انه يصنعون انمياتهم الخاصة بحيث ينشرون ثقافتهم، يعني زي اليابانيين، فاليابانيين نشروا ثقافتهم عن طريق الانمي والمانجا. السعودية حاليا تحاول توسع هذا الشيء، تعمل هذا الشيء على نمط اللي مشى عليه اليابان. بالنسبة لطموحاتي، لو انا سألت هذا السؤال قبل سنة، كان بقول لك انه طموحاتي اني اسوي مانجا. بالمناسبة المانجا هي عبارة عن قصص مصورة رسمت بنمط وستايل ياباني. كل الانميات المشهورة والمعروفة قبل ما تصير انمي كانت في الاصل مانجا. والحمد لله حاليا حققت هذا الطموح بمعية الفنانة العظيمة فاطمة حسام الجيلاني، وعملنا أول مانجا وان شوت برسم وتأليف حضرمي. وحسب بحثي المتواضع ما قد لقيت أي مانجا يمنية، فأقدر أقول أنه مانجا عملنا هذا هو أول مانجا في الساحة. فطموحنا الحالي، أو بالأصح حلمنا الحالي، لأنه صعب جدا أنه يتم التسويق لهذا العمل ويتم بيعه وتحويله إلى نسخة مرئية كفيلم مثلا، ويعرض في دور السينما في كافة البلدان. الرسم مش مهنتي، وإنما شيء أمارسه في وقت فراغي. أنا بالأساس دكتور صيدلاني خريج، فأشتغل حاليا في صيدلية نمشي الحال يعني، لأنه شغلي كدكتور صيدلاني مجمد في موطني العزيز. نفس موضوع الأنمي بالضبط، يعني مهمشينه. انطباع الناس حول رسم الأنمي والله يختلفون. هنا عندنا في المكلة يعني الأغلبية يعني مش مهتمين بهذا الشيء، بس تلقى يعني ناس داعمين بقوة مثلا في الانستغرام ووسائل مواقع التواصل يعني، يعني داعمين ومقدرين هذا الشيء، بالذات الاشخاص اللي يتابعون انمي يعني يقدرون هذا الفن يعني، اللي ما يعرفونه فيشوفونه يعني يلعب اطفال، يعني ايش يسوي هذا يعني يرسم كراتين يعني، ما هي رياضه. نصيحه للشباب العاطله، كافحوا، ما هي شيء بيجي لك بالساهل، الدنيا دار بلاء وما حب يدوم لك يعني، فعشان كده انت اسعى بنفسك وربك بيوفقك. خلي كل ثقتك في الله، مش بي. والآن بنعرفكم على حكاية من حكايات الثبات والعزيمة والتمسك بالحلم ومحاولة تحقيقه بأي ثمن. بطلة هذه الحكاية هي فاطمة بن جرير، اللي اتزوجت في عمر مبكر جدا، في عمر 15 سنة. نتج عن هذا الزواج 3 أطفال كبروا، وكبرت المشاكل بين الزوجين حتى وصلوا للانفصال. كل هذه التحديات كانت بمثابة ورشة تعليمية لفاطمة في الوقوف أمام القضاء والقانون للمطالبة بحقوقها، بجانب حصولها على قدر من التعليم الجامعي في القانون. ولكن الأمر أكيد مش بهذه السهولة. فاطمة ما زالت على خطى حلمها بأن تصبح محامية بشكل رسمي. تفاصيل وكواليس كثيرة بنسمعها مع ضيفتنا فاطمة بن جرير في هذا التقرير، تعالوا نشوف. بعد أن تعبت في المحاكم
وبين دهاليز القانون وكنت جاهلة. أدركت حينها أنه يتوجب علي أن أكون محامية أدافع عن كل النساء اللاتي يتعرضن للظلم وهن لا يعرفن القانون. أنا فاطمة خميس محفوظ بن جرير من منطقة القارة غي الباوزير، أم لثلاثة أطفال. أكملت مرحلة دراستي الثانوية 2005-2006، التحقت بالتعليم المفتوح 2014-2015. قصة كفاحي بدأت من دخول أختي للدراسة بعد الزواج، وأنا وقفت وبديت أشتغل كربة بيت في البيت، يعني منتظرة أن أختي تكمل تعليمي. كان عندي الطموح يكبر ويكبر. شفت أختي تخرجت وأنهت دراستها الثانوية والجامعية وهي مرأة. رجعت لحلمي أني أحقق حلمي بدخول القانون. بعد جلوسي فترة طويلة من أيام الثانوية، إلا أن فرضت علي التعليم المفتوح، دخلت وظليت محافظة، يعني تخليت عن حلمي مرة ثانية وظليت محافظة على زواجي 4 سنوات. بعد ال4 سنوات انفصلت وصرت مطلقة، وكانت تعارضات جدا ضدي بحكم انه حركتي للعمل وحركتي انش بتدرسين وبترجعين في اختلاط ما بين الرجال وده. خوضي 5 سنوات في داخل المحكمة، وكنت شخصي يعني رافضة أي محامي أو أي شيء، كنت مطلعة عني على أوراقي، كنت نفتح الملفات نفتح البنود حق الحكم ونخوض. وخضت يعني مشوار 5 سنوات في داخل المحكمة السادسة في داخل محكمة الاستئناف، إلا أني حققت نجاح في داخل المحكمة رغم عدم وجود الشهادة، لأني الحمد لله توفقت. خضت التجربة مرة ثانية في 2020-2021 بدخولي الجامعة، والتحقت بالتعليم الحمد لله فضل من الله ومساندة أشخاص كانوا معي يدعموني كثير. كنت يعني أجي على امتحانات حقتي يوم لقاءات، وكانت امتحانات شهرية على أولادي، وكنت مضغوطة كثير وجي تعبانة من الساعة 11 أروح لين الساعة 8 في الليلة، و9 أحياناً نوصل متأخرين بحكم المواقف حق الباص، إلا أن نجي على دراسة أبنائي ونجلس نذاكر لهم. امتحانات كانت شهرية، وكانوا أهلي صدق يساعدوني، أختي وجيراني كانت واحدة تساعدني يعني بمذاكرة أبنائي ونجي نراجع لهم. طموحي أني نكون محامية، نترافع عن أي مظلوم في داخل المحاكم، نخوض التجربة بس بشكل مختلف، لأني كنت لما من غير محاماة لما أنا كنت نخوض كنت نقولهم لا برجع لكم بشكل جديد، فاطمة بن جرير بخطوة جديدة اسم جديد أنها تكون محامية. لو سنحتني الفرصة أني نقدم يعني رغم سني أني نقدم في معهد القضاء بقدم إن شاء الله. وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا اليوم، وهي اللي بنروح فيها الجولة حول العالم، وكمان اليوم جولتنا مطولة، والبداية مع اللاعب الشهير ميسي. من هذا الشخص اللي بيكون دائما مع ميسي ولا يفارقه؟ تعالوا نتعرف عليه. أكيد ناس كثيرة تشتي واحد مثل ياسين، هذا عادي يلصق فينا ليل ونهار بس المهم يزيح عننا اللي بنشوفه. طيب
للأسف. هل سبق ورأيتم انزلاق أرضي؟ إيش يعني انزلاق أرضي؟ تعالوا نشوف مع بعض في هذا المقطع المتداول والمؤسف لحظة حدوث هذا الانزلاق في الهند. هذا كان لقاء شخصي صحفي مع المطلقة اللي بتحتفل بطلاقها. للأسف الناس يعني أصبحوا بيعملوا أي شيء للفت النظر على السوشيال ميديا. قال لي بتصرخ طول العرس وبحبك يا بابا، وأكيد شفتوا هذه الأشياء. يعني لازم الآن ترند كل عرس عريس وعروسة مش عارف مالهم. وهذه كمان اتطلقت وعملت حفلة وعملت كلمة ختامية لحياتها الزوجية. الله يعين الناس والله. طيب بعيد عن هذا كله، احنا انتم عارفين دائما بنختم بكليبات بعد الجولة الثقيلة من الأخبار حول العالم. اليوم معنا أغنية اسمها قصة أمل للفنانة هاجر نعمان والفنان عمر ياسين. دويتو رائع كذا ومحب وشيء جميل ولطيف جدا. تعالوا نسمعها، أنا بترككم يعني روحوا أنتوا شوفوا الأغنية واسمعوا واستمتعوا فيها، وأنا بترككم عشان إن شاء الله ألقاكم في حلقات قادمة. إلى اللقاء.